نوفر على هذه النقوص القيمة لديار. طيب شكر موصول للمنصة. ولدي سؤال للدكتور جمال، يعني أود أن يعني في سياق السريع، ما أهم الفروق، أن نعرف ما أهم الفروق بين البلاغة الجديدة والبلاغة القديمة بشكل سريع. دكتور مصطفى يعني الحقيقة هو بالفعل توسع في يعني حصر كتاب عيار الشعر، وكنت أتمنى لدى الخلفاء ايضا كانت على قدر متميز. فيعني اذكر ان عبد الملك بن مروان حين جاءه شاعر يقول له: خليفة الرحمن فينا معشر خلفاء نسجد بكرة واصيلا، عرب نرى لله في اوطاننا حق الزكاة منزلا تنزيلا. قال له: هذا ليس شعرا، انه شرح الاسلام وتفسير آية. دكتور نبيل، الحقيقة ان بحثه وقد قرأت البحث يعني افرط في المقدمات النظريه عن التناسق، كنت اتمنى ان يجعل الجانب التطبيقي اكثر مساحه منصيه يعني، ولا سيما وايضا في الاختيار، في دور الاختيار اذا كان يعني من قيمه الحوار مع النص واعاده انتاجه. دكتور نبيل، فارى ان النص لا تصالح، لم يكن هو النص الصالح لدراسه التناسق ودور فكره اليات التخالف، وان المقوله المبنيه على النص كما كان يقول الدكتور صلاح فضل هي مقوله مبنيه على فكره الصقر، وربما لو بنى امل دنقل مقولته على فكره العدل او الحريه لكان للنص امتداد اعظم، لكن شهره النص ربما كانت لاسباب غير شعريه اكثر من كونها اسباب شعريه، وهي ارتباطه بالقضيه ورفضه للمعاهده الثانيه. يعني ساختم سريعا بملاحظات حول حسب الدكتورة جهينة، وقد وعدتها أن أشاربها وها أنا أفعل ذلك. طبعا البحث قيم جدا، أحييها أولا على رشاقة الاقتباسات والقدرة المرنة في التعامل معها، والقدرة على التعامل الجزئي مع تقنيات السرد الروائي من الشخصية والراوي وما إلى ذلك والحوار واللغة، وقد أجادت إجادة بارعة. لكن لدي ملاحظات سريعة. أولا هي أدانة الراوي عن السرد العميق كتقنية تنفي مهارات التوقع لدى المتلقي ولا تترك له مجالا يكتشف الاحداث ويتماهى معها. يعني في ظني ان ادانة التقنية هو لا يصح في تصوري ان ندين الوسيلة ونتجاهل الغاية، لا سيما انك قلت ان يعني كنت قد ادنت حين قلت يتوهم بعضهم ان اشتمال الرواية على تقنيات حديثة منفصلة عن الهدف يسهم في مضاعفة الرصيد السردي في المعمار الفني. يعني انت ضمن اعترافك بان فكره اداره الوسيله بمعزل عن الهدف او استخدام الوسيله بمعزل عن الهدف هي فكره خاطئه، وفي تقديري انك اخطات نفس الخطا لانك تجاهلت ان سهيل كيوان له هدف ورساله. فالراوي العليم هو اكثر، انا هخلص يعني، فالراوي العليم هو اكثر الرواه القادرين على حمل الرؤى الخاصه، لا سيما ان لديه هما ابداعيا، اعني سهيل لديه هم ان لديه هما ابداعيا وهما وطنيا، فبالضروره انه يستخدم الرؤى العديم، وقد استخدمه ايضا وفقا لتقنيات متعدده اهمها السخريه. فيما يخص ايضا الشريعة حاضر تقنيه العنوان، يعني اشرت لفكره دور القتل فقط للعنوان انه يشكل ايحاء للمتلقي حول فحوى النص، وأحلت إعادة تأويل العنوان بعد القراءة. يعني أنا ربما أرى أن العنوان أحيانا والعمق في تناول العنوان يكون وفق الحركة البندولية بين المتن والعنوان. شكرا يا أحمد، أنت شغال بس عشان شكرا شكرا جزيلا.